FM. الكلمة ليك. أخيرا أول البارح جاء إعلام لأن 50 رأس نفقوا في ولاية نابل في منطقة أم هاشم من بني خلال. تحولوا أمس البياطرة والفنيين من مندوبية ومشاهوا داروا على الفلاحة اللي أعطونا أسماءهم صارت عندهم، تبين وأن الموضوع هذا غاري معنى تعاري من الصحة، ما فهمش حتى نفوق، ما فهمش حتى إشكال، ولا 50 راس نتحدث عليهم ما عندهم ماهيش واقعية بالكل، ما فهمش ما تم حتى رأس تم من فوق. ممكن صارت في وقت من أوقات 3 أو 4 أشهر التالي علوش صغير يكون عمره شهر وشهرين تصير إشكالية، لكن اللي الخبر اللي خرج غلط 100%. كاب أف إم، الكلمة ليك.